في مصر أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قواعد الترخيص للشركات الناشئة العاملة في التكنولوجيا المالية بالفنتك لمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي، من بينها أن يكون رأس المال 15 مليون جنيه كحد أدنى. بحسب بيان لهيئة الرقابة المالية، فإن أنشطة التمويل غير المصرفي المشمولة بالقرار الجديد تشمل التمويل العقاري، تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي. وستكون الرخصة الممنوحة للشركة مؤقتة لمدة عامين فقط، يتبعها استكمال متطلبات الترخيص النهائي وزيادة رأس المال وفقا للقرارات المنظمة لكل نشاط. يلزم القرار الشركات الراغبة في الحصول على الرخص المذكورة بألا تقل النسبة المملوكة للمتخصصين في مجال التكنولوجيا سواء أفراد أو أشخاص الاعتباريين عن 25% من رأس مال الشركة. ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة دكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر. أهلا بك يا دكتور. بداية، لماذا تم تحديد 15 مليون جنيه فقط كرأس مال للشركات الناشئة لمزاولة التمويل غير المصرفي؟ هو الحقيقة قبل صدور القرار اللي هو 268 سنة 2023، قرار طبعا صادر في 2 يناير 2024، قبل صدور القرار ده الحقيقه احنا عملنا حوار مجتمعي مع العديد من الشركات اللي هي الستارت اب، وحصل نقاش مجتمعي لفتره طويله، واحنا لقينا يعني ان انت عشان تعمل بنيه تكنولوجيه كافيه لشركات التمويل اللي هي غير المصرفي زي شركات التمويل العقاري والتخصيم والتمويل الاستهلاكي والتمويل المشروعات الصغيره المتوسطه، طبعا التمويل اللي هو التغيير التمويلي، لان من البنيه التكنولوجيه عشان اعمل بنيه تكنولوجيه للانشطه الماليه غير المصرفيه ديت احتاج مثلا مينيمم 15 مليون جنيه، وده كان برضو بالتشاور مع او من خلال حوار مجتمعي مع الستارت اب الموجوده. فده كان الحقيقه ده السبب ان احنا عدينا 15 مليون كان بالتشاور مع شركات الستارت ابس. طيب لماذا السماح لأنشطة التمويل العقاري، تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وأيضا متناهية الصغر، تأجير التمويل التخصيم، تمويل استهلاكي، ماذا عن بقية الأنشطة غير المصرفية مثل التأمين وغيرها؟ هو حاليا بندرس تطبيق نفس القرار دوت على أنشطة التأمين وأنشطة سوق المال حاليا، بس طبعا لو احنا طبقناها على التأمين مش هيبقى ال 15 مليون رأس المال كافي ان هو يعمل اي تي تكنولوجي او بنيه تكنولوجيه كافيه انه ينشئ شركه تامين كستارت اب، لا بتبقى محتاج راس مال اكبر من كده، فاحنا حاليا دلوقتي بندرس الموضوع دوت. طب ما هو عدد الشركات التي تقدمت للهيئه الماليه حتى الان للحصول لطلب الحصول على ترخيص؟ هو طبعا القرار ده صادر في 2 يناير سنه 24، فالقرار يمكن بقاله اسبوع، يعني القرار قصدي 12 يمكن من اسبوع فقط، لكن في الحقيقه اكتر من 10 شركات من قبل القرار ده ما يصدر. لما بدانا نعمل معاهم الحوار المجتمعي شركات كتيره ابدت يعني اهتمام ان هي تبدا تنشئ شركات ستارت ابس، فال 10 شركات دي هنبدا او هيبداوا يجوا يقدموا دلوقتي بعد نشر القرار ده في 2 يناير الاسبوع اللي فات. طيب بعد ما قدموا الطلب، ما هي الخطوة التالية بعد الموافقة، وشو هي الفترة الزمنية المسموح فيها لهذه الشركات يعني برأس المال حالي الفترة قبل أن يجبروا على زيادته؟ هي طبعا مبدئيا الشركة لازم ان هي طبعا تكون شركة مساهمة مصرية، وان طبعا زي ما قلنا رأس مالها ما يقلش عن 15 مليون، وبرضه مطلوب من الشركة دي من الحاجات المهمة ان هي تعمل دراسة فنية واقتصادية، بيتم عرض الدراسه دي او دراسه جدوى على لجنه الدراسات الجدوى في الهيئه. طبعا مطلوب منها لما تيجي تقدم الدراسه دي اهم حاجه بالنسبه لنا ان هي تعمل البيزنس موديل اللي هي هتشتغل بيه اللي هو نموذج عمل الشركه الرقمي، ولازم الشركه تثبت لي ان في ميزه تنافسيه بالنسبه للنشاط التقليدي، يعني مش مجرد اي حد يجي يقول لي انا عايز عشان يبقى باك دور ان هو مش عايز يعمل راس مال معين، عايز يخفض راس المال يقول لي انا شركه ناشئه، لا، ولازم يوريني ايه الميزه التنافسيه اللي بتخليه مختلف عن اي شركه تقليديه، يقول لي بقى ايه اللي هيعمله في البنيه التحتيه التكنولوجيه بتاعته، وازاي هيطبق الاي كي واي سي والاي كونتراكت والاي ريجستري، وازاي هيربط مع شركات الاستلام الائتماني. الحاجات دي كلها مهمه قوي بالنسبه لنا، وبرده في خطه العمل بتاعته لازم يقول لي
إجراءات تسجيل الضمانات بشكل رقمي، وطبعا هو برضو ياخد في حسبانه الحاجات المرتبطة بمكافحة غسل الأموال. إحنا برضو طلبنا إن يكون نسبة 25% مملوكة للمتخصصين في مجال التكنولوجيا أو التكنولوجيا المالية، عشان يبقى فيه زي التأمين كده. التأمين برضو فيه نفس الكلام، يبقى فيه 25% شركة تأمين كقاطرة تأمينية، إحنا عايزينها برضو يبقى فيه مختص. قاطرة تكنولوجية في الشركات دي. طيب فالحته دي بالنسبه لنا مهمه. فهو الوقت الخطوه ان الشركات تبدا تيجي تقدم، الشركات اللي هي انترستد تبدا تيجي تقدم، وتبدي تقدم دراسات الجدوى هندرسها ونبدا في التراخيص بالنسبه لهم. طيب دكتور، يعني في هذا الإطار أيضا على هاي النقطة، معلي اسمح لي، يعني حضرتك حسب ما ذكرت يعني هناك مرحلة وهناك رحلة وهناك مختبر تنظيمي يبدأ وبعدين مرحلة تأسيس وما إلى ذلك، ولكن هذه الأفكار إلى أي درجة أو هذه القرارات إلى أي درجة ستساعد الشباب والشركات الناشئة؟ ألا يمكن أن تقوض نوعا ما الإبداع والأفكار لما نحط عليهم هذه القيود؟ لا طبعا، ان احنا بالعكس احنا ساهمنا. اولا الهيئه الحقيقه اصدرت قرارات كتيره، القرار 139 و140 و141 سنه 23، يعني قرارات عديده في موضوع تطبيقات التكنولوجيا على الشركات اللي هي العامله في المجال المالي غير المصرفي. ومؤخرا برضو اصدرنا قرار 50 سنه 23 اللي هو برضو بيحط معايير لتقييم الشركات الستارت اب او الشركات الناشئه. الموضوع ده ما كانش موجود قبل كده. ده هيشجع الفينشر كابيتال سواء في جوه مصر او خارج مصر انه يبدا يستثمر في الشركات دي. على فكره وجود معايير تقييم للشركات الستارت اب دي كانت خطوه مهمه جدا. القرار بقى الاخير دوت برضو هيشجع الشركات، لان هو طلب ان يبقى اغلبيه راس المال بشكل اساسي يبقى متموله من صناديق راس مال مخاطر سواء داخل مصر او خارج مصر. فالشركات دي هتبقى لو هي اتمولت من فينشر كابيتال داخل مصر هتبقى خاضعه لرقابه الهيئه، فدي بالنسبه لها هتبقى مطمنه اكتر. فبالعكس احنا الرؤوس دي اللي احنا حاطينها دي هتسهل للشركات ان هي تبدأ تشتغل. شكرا لك دكتور. دكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. أهلا وسهلا بك.